بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله. مرحبا بكم في درس المغرب، الكفاح من أجل الاستقلال وإتمام الوحدة الترابية، وهو الدرس رقم 10 لمستوى الثالثة ثانوي إعدادي. سنتطرق في هذا الفيديو للمقطع الأول منه على بركة الله. سنبدأ مع مقدمة إشكالية لهذا الدرس. واجه المغاربة الاحتلال الأجنبي ما بين 1912 و 1956 بأشكال مختلفة، وبعد الاستقلال عملوا على إتمام الوحدة الترابية للبلاد. فما هي مراحل الاحتلال العسكري الفرنسي والإسباني للمغرب؟ وما هو رد فعل المغاربة عليه؟ وما هي أهم تطورات الحركة الوطنية المغربية في مرحلة المطالبة بالإصلاحات والمطالبة بالاستقلال؟ وما هي مراحل كفاح المغرب من أجل استقلاله وإتمام وحدته الترابية؟ وما دور تلاحم العرش والشعب في الحصول على الاستقلال؟ المقطع التعلم الأول: الاحتلال العسكري الفرنسي والإسباني للمغرب والمقاومة المسلحة. النشاط الأول: مراحل الاحتلال العسكري الفرنسي والإسباني للمغرب. موضوع هذه الخريطة: مراحل الاحتلال العسكري للمغرب. يشير المفتاح إلى أن هناك مناطق تم احتلالها قبل 1907، ويتعلق الأمر بمدينة مليليا وسبتة، سيدي إفني، طرفايا، العيون، بوجدور، الداخلة. ويرمز اللون الأخضر للمناطق التي تم احتلالها ما بين 1907 و 1911، ويتعلق الأمر بالمغرب الشرقي كوجدة وفيقيق، ومنطقة الشاوية كالدار البيضاء. يرمز اللون الأزرق إلى المناطق التي تم احتلالها ما بين 1911 و 1912، ويتعلق الأمر بالتوسع في منطقة الشاوية وفي منطقة الغرب كالرباط والقنيطرة، ومنطقة السيس كفاس ومكناس. يرمز اللون الأصفر إلى المناطق التي تم احتلالها ما بين 1912 و 1914، ويتعلق الأمر بمنطقة الأطلس المتوسط كمدينة خنيفرة، ومنطقة السهول كسهل الحوز وسوس، والمدن الممتدة ما بين الدار البيضاء وأكادير. يرمز اللون البرتقالي إلى المناطق التي تم احتلالها ما بين 1914 و 1926، ويتعلق الأمر بمنطقة الريف وبمنطقة الأطلس الكبير. يرمز اللون الأحمر إلى المناطق التي تم احتلالها ما بين 1931 و 1934، ويتعلق الأمر بمنطقة الجنوب الشرقي كدرعا وتفيلالت، ومنطقة الصحراء أي الجنوب الغربي للمغرب. يمكن تلخيص مراحل الاحتلال العسكري الفرنسي والإسباني للمغرب في الجدول التالي: المرحلة الأولى ما بين 1907 و 1911 تم احتلال المغرب الشرقي والشاوية. المرحلة الثانية ما بين 1911 و 1912 التوسع في الشاوية والغرب والسيس. المرحلة الثالثة ما بين 1912 و 1914 الأطلس المتوسط والسهول والمدن الكبرى. المرحلة الرابعة ما بين 1914 و 1926 التوسع في منطقة الريف والأطلس الكبير. المرحلة الخامسة ما بين 1931 و 1934 التوسع في منطقة الجنوب ومنطقة الصحراء. النشاط الثاني: المقاومة المسلحة للغزو الاستعماري الفرنسي والإسباني. لم يقف المغاربة مكتوف الأيدي
إزاء الغزو الاستعماري الفرنسي والإسباني، بل انخرطوا في المقاومة المسلحة ما بين 1912 و1934. ومن أهم المقاومات المسلحة المغربية نذكر مقاومة قبائل الجنوب والصحراء بزعامة أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين، مقاومة قبائل زيان بالأطلس المتوسط بزعامة محا وحمص الزياني، مقاومة قبائل الريف بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي، مقاومة قبائل أي تعطى بمنطقة صغرو بزعامة عسو بسلام. ويمكن تلخيص هذه المقاومات في الجدول التالي: قبائل الجنوب والصحراء بزعامة أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين، فترة غشت 1912 شتنبر 1912، الهزيمة في معركة سيدي بوعتمان في 7 شتنبر 1912، قبائل زيان بالأطلس المتوسط بزعامة محا وحمص الزياني ما بين 1914 و1921، هزم الجيش الفرنسي في معركة الهري جنوب خنيفرة نوفمبر 1914، قبائل الريف بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي ما بين 1921 و1926، الانتصار في معركة أنوال يوم 21 يوليوز 1921، قبائل إيت عطا بمنطقة صغرو بزعامة عسو بسلام ما بين 1930 و1933، معركة بوغافر سنة 1933 واستسلامه. شكرا على حسن تتبعكم، نلتقي إن شاء الله مع المقطع التعلمي الثاني.